كلمتني عن الإرادة فلا جواب يشفي الظمأ سوى بالماضي، وإن كلمتني عن الصرامة فلن تجد مرادفا مناسبا سوى بالماضي أيضا. هذا المدرب الشاب صنع الاستثناء العربي وبدأ يخط في الحروف الأولى من اسمه على ديوان المستديرة. إنه سبيشال وان إفريقيا، وهل هناك غيره في الوقت الحالي؟ الرجلان التقيا في عديد الصفات بعيدا عن الألقاب. Effectively the title over. I think we are not going to be relegated. I agree. Defensively, was that the question for the same one? Move on. Vous voulez que je vous donne mon équipe? Je peux vous donner votre équipe si vous voulez. Vous la voulez? البداية كانت من نادي دحيل، ومعه فاز بكل شيء ولم يبقي على أي شيء. نحت مجده بألوان القميص الأحمر، فحطم الأرقام وجفت معها الأقلام. على خطى سبيشال وان يسير سبيشال وان إفريقيا، فإذا كانت بداية مورينيو بطولات فإن بالماضي يعشق ملامسة الألقاب. وإذا رفع جوزيه على الأكتاف فإن جمال عاش نفس اللحظات. مع منتخب قطر واصل رحلة المجد، لقب غرب آسيا مع المنتخب الثاني حيث قرع الكبار، ثم مع الكبار عاد غانما من السعودية بالخليج. في أغسطس الماضي قيل له إن المرض ألم بالمحاربين، فكان الطبيب المداوية. الصبر والإتقان والانضباط كانت وصفة بالماضي لترميم ما يمكن ترميمه في الخضر. بشخصيته الاستثنائية وصرامته الحديدية وسرعة بديهيته صنع الاستثناء مثل ما كان يصنعه مورينيو. Et il mettrait Mané derrière Nyang et il laisserait Balde à gauche pour Sarr à droite. هذا الشاب الذي بدأ كبيرا قصته تروى حاليا. طباعه قريبة من طباع مورينيو في الفرح وفي الغضب وفي الإنجازات. باختصار إنه سبيشال وان إفريقيا.